السلام عليكم. حكايتنا اليوم هي حكاية غريبة. حكايتنا بتحكي عن القسوة، بتحكي عن الطيبة، بتحكي الحكاية عن بنت توفت أمها هي وصغيرة، أبوها رباها لحتى تنشنشت وصارت صبية، بس بالأيام تعب وصار بده مين يساعده بترباية لهالبنوت. مثل الكل الأب روح بتجوز وحدة من نسوان الحارة يلي عندهم. هاي المرة اللي جوزها الأب بكون في عندها بنت بعمر البنته، بس هون ببين انه هاي مرت الاب ظالمه، لانه مثل كل الام تريح بنتها على حساب بنت جوزها، وبتصير تخليها انه هي تشتغل بالبيت وتنظف تكنس وتمسح. طالما الاب غايب مرت الاب عماله تعمل فيها العمايل، والبنت الصغيرة يلي هي بنتها مريحتها وبتاخدها مشاوير وبتفتلها بسواق بشتري لها أحلى التياب وأحلى الأكلات. وفي يوم من الأيام بمرض الأب، ما عاد في مدخول يدخل على البيت. بتقوم مرت الأب الشريرة تفرض على البنت الكبيرة إنها هي يلي تنزل تشتغل وتصرف على البيت. طبعا البنت لأنه مربية ترباية صالحة تسمع الكلام وبتنزل لحتى تدور على شغل. بتدور هالبنت بهديك القرية الصغيرة، دور على شغل ما بتلاقي، بتحاول تجيب شي للأكل وبتمشي بهالغابة، فجأة بتطير تمشي بطريق أول مرة بتمشي فيه. عند البنت تخاف لأنه ضاعت، بس بتستهدي بتدعي لربها وتقول يا رب إذا في خير قدم لي إياه. هي ماشية بس تسمع صوت من بعيد عم ينده، ساعديني قربي لعندي وساعديني. بتطلع دورها لحتى تعرف شو فيه، ما بتلاقي. بس مع هيك كل ما بتقرب بيقوى الصوت، وفجأة بتلاقي شجرة نجاص. هالشجرة نجاص هي يلي بتكون عمالة تنده للبنت وتقلها ساعديني. استغرب البنت انه معقولة في شجرة نجاص بتحكي، ما هي الغابة يلي مشت فيها فيها طريق مسحور يودي على الغابة السحرية. ومثل ما بنعرف الغابة السحرية في شغلات ما بتخطر على البال. بتقرب عليها للشجرة وبتقلها مارين شو حابة اني انا ساعدك؟ بتقلها انا غصاني طولت، وانا اذا ما قصقصتيني ورتبتي لي غصاني ما رح اقدر احمل بالموسم اللي جاي. إذا بتساعديني أنا أكيد رح كافئك بالمرة الجاية، مكافئتي لإلك ما رح تعرفي شو هي. بتقول لها البنت تكرم عيونك أنا رح ساعدك وماني طالبة منك أجرة. بتقصقص لها غصانة وبترتبها مشان تحمل بالموسم اللي بعده. بتشكرها الشجرة وبتوعدها بمساعدتها لما رح تشوفها المرة الجاية. البنت تكمل طريقها، ترجع بتسمع صوت تاني، صوت عم يقول أنا عطشان أنا عطشانة سقوني أنا عطشانة. بتعرف إنه هون في شيء جديد وخطير. بتقرب ولا بتشوف كرمة عنب،
بتقرب عليها بتقلها كيف فيني ساعدك؟ بتقلها سقيني. بتقلها أنا ما معي مي، المي اللي معي خلصت. بتقلها سقيني من البير اللي جنبي. فعلا بتروح لتجيب مي من البير، وإذ بيطلع البير فيه وسخ. بيطلب من البير بتقول له كيف بدي اسقيها الكرمة؟ بيقول لها البير نطفيني واسقي الكرمة ونحن أكيد حنكافيكي لما حنشوفك مرة الثانية. البنت مطيبتها بتتعذب وبتنطفو للبير. بير المي غميق وخطير، بس مع هيك بساعدها البير وبيدلها كيف تنزل وكيف تطلع وكيف تنطفو من الوسخ. وفعلا بينضف البير وبتطلع البنت وبتسقي الكرمة. هي ماشية بتتفاجأ بكلب قاعد. هيدا الكلب حزين تعبان مرضان. بتقرب عليه وبتحن عليه وبتقول له شو صاير معك؟ بيقول لي انا ما عم لاقي مين ينظفني، ما عم لاقي مين يحممني. بتقول له انا بحممك وبنظفك، انا في عندي حيوانات كثير ببيتنا وبعرف كيف اتعامل معهم وبعرف كيف نظفهم. فعلا بتاخده وبتنظفه بتحممه، بكون معه شويه اكلات بالطعميه. مالنا بالطويله وبتكمل البنت طريقة وبتترك الكلب بعد ما بيوعدها انه اكيد هو حيساعدها ويعطيها مكافأة كتير كبيرة لما اللي هي حترجع ويشوفها مرة الثانية. بتكمل طريقة هالبنوت بهالغابة بتتعب. لما بتتعب بتحس حالها انه هي ما بقدران تمشي ومع ما تعرف طريق البيت. بتتفاجأ انه من بعيد ببين عليها بيت كبير وحلو عم يضوي. بتركض تجاه البيت وبتصرخ لهم يا أهل البيت حدا يساعدني. فعلا بيكون بالبيت قاعدين ست أميرات من أجمل ما رأت عينها، حلوين وجميلين ونضاف. بيستقبلوها الأميرات هيدول وبتفوت على البيت. بيسألوها شو قصتك؟ بتحكي لهم قصتها، بتقول لهم انا كنت عايشه مرتاحه لوقت ما توفت امي وابي تجوزها وجاب معه مره، وهيدي المره عندها بنت، وهلا ابي مرض ونحن بحاجه اكل. بيقولوا لها نحن رح نستقبلك بس بشرط ما رح نعلمك على طريق رجعه البيت لحتى تقعدي تشتغلي عنا. توافق البنت، ما هي بدها تلاقي طريقه لحتى تساعد ابوها ومرت أبوها الشريرة، رغم إنه هي عم تعذبها بس بطيبة قلبها. ما رح تقصر معها. بدخلوها على البيت وبدلوها على الغرف، وإذ في سبع غرف. بيقولوا لها عندك الست غرف هيدول بدك نطفيهم، الغرفة السابعة اوعى تقربي منها أو تفتحي بابها أو حتى تطلعي من فتحة الباب شوفيها. هيدي البنت بتقعد سنة كاملة تطبخ لهم وبتنظف لهم البيت وبتساعدهم بشغلهم. سنة كاملة هي وعم تشتغل من تمساكت وبنظافة كاملة وبإخلاص. بعد سنة بيقرروا الأميرات إنه بكفيها وصار وقت يدلوها على طريق الرجعة. سنة هي عم تتعب معهم وتنظف لهم البيت وتطبخ لهم، وما كانت فضولية أبدا لأنه الفضول دايما بيجيب الشر لأصحابه. بيجوا الأميرات وبيقولوا لها خلصت فترة عقوبتك إنك أنت جيتي لعنا بدون إذن، بس لأنك أنت منيحة نحن رح نكافيكي. وفعلا بياخدوها على الغرفة السابعة بفتحوا لها الباب، وإذ بيشوفوا منظر عجيب. بتطلع البنت هي وبتشوف غرفة مليانة ذهب، مليانة فضة، مليانة ألماس وياقوت. بيقولوا لها خدي منهم
شو ما بدك. هيدي مكافأتك لأنك أنت كنتي كتير أمينة معنا وما كنتي فضولية، كنت نظيفة، كنت عم تساعدينا سنة كاملة ونحن عم نختبرك لنشوف أنت شو في عندك. مهم البنت هي تاخد على قد اللي بهي حاجته، يعني قديش بدها أخذت شي يساعدها ويساعد أبوها ومرت أبوها وبنتها، بيدلوا على طريق البيت وبتطلعوا بهدوء تاج مرصع بالذهب والألماس. هي راجعة طريق الرجعة، وإذ بتشوف الكلب يلي نظفته، هيدا الكلب شوف فيه منظر غريب، بيركض لعندها بيقول أنا كنت مستنيكي سنة كاملة وأنا عم لملك هاللولويات، بتشوف شعره كلياته لؤلؤ، بيقول أنا لميتهم وخبيتهم معي لحتى تجي أنت وهديك إياهم لأنك أنت ساعدتيني وطعميتيني ونظفتيني، بحط لها إياهم بمنديل بتاخذهم هي معها. هي وراجعة تلتقى بالبير، بتكون عطشانة فعلا وتذكرت الكرمة انه كيف كانت عطشانة، بتقرب على البير وبتسلم عليه وبتقول له يا بير يا بير، انت يلي سرك كبير، سقيني منك شربة مي لاني انا عطشانة، بيقول لها تكرم عيونك لانك نظفتيني انت من سنة، رح اعطيك كنز، خدي مني قد ما بدك مي بس في سربة هالمي السحرية انه هيدي المي اللي بيشرب منها شفة وحدة ما عاد بيعطش، مثل يلي بيعمل خير مرة وحدة ما حدا بينساله اياه. فعلا تعبي قنينتها الصغيرة من هيدا البير وهي وقاطعة من جنب الكرمة بتسلم عليها بتقول لها بعدك عطشانة لأسقيكي، بتقول لها لا بس أنا رح أهديكي سلة من غصانة طرية، هيدي السلة شو ما حطيتي فيها ما بيخلص. قالت لها شو ما حطيت شو ما حطيت، قالت لها شو ما حطيتي فيها لهالسلة بيضل في منه يلي بدك، قد ما بتشيلي بيضل موجود بهالسلة. تنبسط البنت، صار معها ذهب ولولو، يعني هي ممكن تحطهم بهيدي السلة ويضلوا عندها ما يخلصوا، كانت هيدي مكافأتها من الكرمة. هي وراجعة بطريقة تشوف شجرة نجاص، هالمرة شجرة نجاص بتصرخ لها وبتقول لها مكافأتك عندي رح أعطيك نجاصة، هيدي النجاصة تاكلي منها مرة واحدة بتطيبك من أي مرض أنت ممكن تكوني مرضانة فيه، هي علاج لكل الأمراض مثل الصدقة الكلمة الحسنة يلي بتداوي كل شيء بروحنا. بتاخدها هالبنت لهالنجاصة وبتطلع من الغابة السحرية وبتروح باتجاه بيتهم. طبعا هون مرت الأب يلي منسيناها الشريرة بتكون مبسوطة انه خلصت من هاي البنت، بس لما بتوصل لناح البيت وديك بيصيح، بتسمع مرت الأب وبتستغرب لانه بتعرف انه هيدا الديك ما صاح من سنة من وقت ما غابت البنت يلي كانت عم تربيه. بتطلع بتتفاجأ بتتضايق انه هيدي اجت، بس لما بتشوف شو في معها استغرب وبتقلها انت وين رحتي وكيف عملت ومنين جبتي كل هاي الاغراض الذهب واللولو، ما بتهتم، عمى عين الطمع عمى عين الذهب. بتقلها البنت اني انا رحت بهيدا الطريق وشفت نجاصه وقصقصتها وشفت كرمه وسقيتها وشفت البير ونظفته
وبتدل على البيت. من طمع مرت الأب بتقرر تبعت بنتها. برأيكم شو رح يكون مصير البنت لما رح تروح؟ بتروح البنت تمشي بنفس الطريق يلي دلتهم عليه، بس هيدي البنت المدللة ما بتكون مثل البنت الأولى، لأنه هي بالأساس عايشة على الدلال ومفسودة بالغناش. هي ماشية بتشوف شجرة نجاص، بتستغل شجرة نجاص، بتقلها ساعديني قصقصي لي غصاني من شان أنا موسم الجاي أحمر. بترد عليه بقرف وبتقلها كيف بدي قصقصك وأنا يدي ناعمين بأمرهم ما كانوا مشتغلين. بتتركها وبتمشي وبتشوف الكرمة، بتقلها سقيني، بتقلها أنا معي نقطتين مي، إذا سقيتك ياهن ما رح ضل معي مي. بتقلها ليك البير جنبك، بتطلع بقلها البير نطفيني وخدي منك وخدي مني مي قد ما بدك. بتقلها أنت وسخ، أنا معي ميتي لإلي، لا رح نطفك لا رح اسقيها، لا رح ساعدك لا رح ساعدك. هي ماشية بتشوف الكلب قاعد على حرف النهر، ومثل ما صار مع الأولى صار مع الثانية، وبقلها ساعديني ونطفيني وأنا مرضان وتعبان، أنا متوسخ وما في مين ينظفني. بتقول له أنت وسخ، نط بهالبحر نط بهالنهر، لاقي شغلة نظف حالك فيها، أنا شو ذنبي؟ هي قصدها تروح توصل على البيت، فعلا توصل على البيت وتفوت عليه، وبيطلعوا للأميرات الستة وبيستقبلوها، ومثل ما عملوا مع أول بنت عملوا معها، قالوا لها أنت ما رح ترجعي لبعد سنة ويمكن أكتر، بيقولوا لها هيدول الست غرف أنت مسؤولة عنهم، تنطفيهم تشتغلي فيهم وتساعدينا، الغرفة السابعة اوعى تقربي عليا او تفتحي بابا. بس طمع البنت اللي هي جاي بسببه لهون ما خلاها تنطر، ومن اول يوم المساء بعد ما ناموا الاميرات بتقوم على طراطيف اصابيعها، ما هي جاية مشان تفوت على الغرفة السابعة وتفتح الباب، بس يا خسارة شو بتشوف بهالباب؟ وإذ في حيايا وعقارب وحناكب كبيرة، هون بتلدغر حية وبتمرض. الأميرات بحسوا عليها وبيجوا بيقولوا لها نحن نبهناكي وحذرناكي ما تفتحي الباب. نسينا قصة البنت الأولى؟ ما نسيناها. لما بنت الزوجة الشريرة بتتأخر بتقرر هيدي الشريرة تعاقب بنت الأب، بتحبسها بغرفة بتاخد منها كل الذهبات، بتقلها عقوبة لإلك لأنه أنا بنتي تأخرت وما رجعت، انت رح تضلي محبوسة بهيدي الغرفة بلا أكل وبلا شرب. ومن قرفها منها واستهزاءها فيها وعم تتمسخر عليها بتعطيها السلة بتعطيها النجاصة وبتقلها انت جيتي معك نجاصة وحدة ومعك هالشربة المي بكفوكي لحتى انت تموتي بهالغرفة المحبوسة فيها. بس هي ما لها خبر انه هيدي المي والسلة والنجاصة سحريين فعلاً.
تنحبس. هيدي البنت بتتذكر وبتعرف شو في معها، بتشرب بلعة مي اللي هي بتكفيها، ما بقى تطاطش، وبتحط الانجاصة بالسلة بتصير بتاكل منه، وبتضل قوية وما بنقصها شيء، لأنه منتذكر إنه الانجاصة بتعالج أي مرض، يعني بتعالج أي ضعف. فجأة وبعد سنة أمرة الأب الشريرة فكرت إنه بنتها اختفت وماتت، فعاقبت بنت الأب الطيبة بنفس المصير. بس المفاجأة وين؟ إنه الكلب بيجي لعند هيدي البنت الطيبة بالسر بيقلها شو صار، وبيساعدها تطلع من الغرفة لأنه بيعرف إنه هي طيبة، وبيعرف إنه هديك البنت يلي هي شريرة بأصلا ما أنا شرير، بس تربت على إيد أمها الشريرة. البنت بتهرب من الغرفة وبتنزل باتجاه البنت المحبوسة المريضة عند الأميرات الستة، وبتترجاهن وبتقلن أنا مستعدة رجع لكم كل الذهب يلي أخدته منكم، وفعلا بتكون مرجع مع التاج لأنه كانت مخبايته. الأميرات بيقولوا لها لأنك طيبة وحبابة نحن رح نعطيك البنت، وهي عضت الحياة والعقارب وإلى سنة مرضانة. بتقول لهم ما في مشكلة أنا باخده وبعالجه، وفعلا بيعطوها إياها. وأول شغلة بتعملها إنه بتطعميها من الانجاصة يلي أخدتها معها. تقوم البنت بتطيب بتمشي معها بتشربها من مي، وبترجع لعند أمها سالمة غانمة. هون الأم بتندم، بس شو نفع الندم؟ البنت كسبت أختها، والأب طاب لأنه طعمت بنته طعمته من الانجاصة. وهيك بخلوا الأم تشتغل الأرض والأب بكافي الأولاد بأحلى الهدايا والألعاب. توتة توتة خلصت لحد توتة. أنت مع الإفراط الزايد بدلال الولد؟ أنا ماني مع الإفراط أبداً، ماني مع الدلال، وخاصة هلأ متبعته هلأ مع ابني، لأنه بتحسي بالدلال كتير بيخرب الولد. فأنا مع العدل، كل شيء ثواب والعقاب هو أفضل حل للمراحل التعليمية كافة، والله يحمي الطلاب جميعاً ومستقبل زاهر للجميع. الحد من أي شيء حلو، يعني أنه الإفراط بالدلال رح يكون كمان ضار للولد، ممكن تأثر على شخصية الولد بأماكن أنه ما قادر بقى يعتمد على حاله. الحد من الموضوع يعني أنه لا القساوي كمان بتفيد ولا الإفراط بالدلال بيفيد. هلا الإفراط من أي شيء هو بحد ذاته مشكلة، يعني لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر، فخير الأمور أوسطها. أكيد لا، أنا ضد فكرة الدلال مع الولد، لأنه الدلال بيؤدي أنه الولد يعني يصير غنوج شوي، وهذا الشيء بيأثر على شخصيته، على مستوى التحصيلي، على أي شيء في حياته، حتى علاقته مع الجوار. هذا الولد بده دلال، بس أنه كمان نفس الوقت بحدود، يعني أنه ما لازم لا نزيد عليه ولا نكتر عليه بالدلال للولد، بس آخر شيء أنه بيبين في نتيجة، يعني ما يطلع سيء مثل حال الولد، والتعليم أساسي له يعني من صغره. يعني هلا اكيد لا، لازم الواحد يشد ويرخي، اكيد بالنهايه الطفل عنده واجبات وعنده حقوق. لا اكيد لا، الطرفين لازم الاب والام، حدا يرخي حدا يشد، يعني ما بيصير اثنين نرخي ولا اثنين يشد. بس بهالظروف يعني صار الطفل ما شاء الله بهالتكنولوجيا وبهذا العصر ما عاد فيكي تمنعيه، لانه بيشوف رفقاته وبيشوف هذا الجيل، بدك تضلي تتابعي معه انت، يا بتعطيه شوي وبترخي شوي لحتى تمشي هالحياه. لا، ما حدا مع الدلال وما حدا مع الافراط. هلا نحن باي شيء بالتربيه في مسؤوليه، في دائما لازم يكون في حزم، في
في حد ما بين الدلال وما بين الاهتمام بالأطفال. فاهتمامنا بأطفالنا لازم ما يودينا لطريق الإفراط فيه. لازم يكون لنا شخصية، الحزم يكون شخصية عند الطفل. أنا والله أنا حازم مع ابني، أنا بتمنى الولد يعني خلص نحن عم نبعته على مدرسة إنه يتعلم المنهاج، يكون الفكر الدراسي مرسخ بذهنه، يعني إنه خلص أنا عم نبعته على ابني على المدرسة إنه خلص فكره مدرسة، أنا قاسي معه بتعليمه، يعني بتمنى يكون ابني من أفضل أي باقي الطلاب يعني. انتي وانا يا ريت عنا كوخ مخبى بفي الحور والكينا وما يكون عنا كهربا ولا جوخ ونعيش ونعيش وما عارف حدا يا فينا قال انت وانا يا ريت عنا كوخ خبا بفي الحور والكينا هما يكون عنا كهربا ولا جوخ ونعيش ونعيش وما يعرف حدا يا فينا دبنا عغيابك دبنا طيحه جيت عذبنا دبنا عغيابك دبنا طيحه جيت عذبنا يا طلع علينا مشوار يا مولى كتبنا يا طلع علينا مشوار يا مولى كتبنا انا يا طلع علينا مشوار يا مولى كتبنا هي كلبي حب حبابه بلوعهن عغيابه هي كلبي حب حبابه بلوعهن عغيابه حب العشا وتابه نحن شبنا وما تبنا حب العشا وتابه نحن شبنا وما تبنا أنا يا طل علينا مشوار يا مولى كتبنا أنا يا طل علينا مشوار يا مولى